فيهم فيهم ماله؟ أبوك خلاص راح يا رامز، خلاص خلاص يا ابني خلاص، أبوك راح يا رامز. وده كمان لمصلحة إلهام والولاد. أنا مضطر أبلغ النيابة يا راجي. التسجيلات دي مش بإذن النيابة، يعني ملهاش لازمة. في حاجات تانية مش محتاجة إذن، زي ورق الشحنات اللي كنت بتبعتها من شركتك لبرا مثلا، دي بقى ممكن تجيب لك النيابة لحد عندك. هتقول ايه لنا مروان؟ هتقول لهم انك دخلت باباهم السجن؟ هيعيشوا طول عمرهم وسط الناس سمعتهم في الارض؟ انت بجد خايف على سمعة ولادك؟ كانت فين مشاعرك الابوية دي وانت بتخطف عمال وبتسرق عربية الشركة؟ انا هسافر، هسافر واسيب البلد كلها ومش هتشوف وشي تاني. انت ليه متخيل ان كل حاجه سهله كده وكل شيء لازم يمشي على مزاجك؟ انت عايز ايه بالظبط يا كمال؟ انا هقول لك. السكة دي وناوي تعمل بيها ايه يا ابني؟ هعمل اللي معرفش يعمل ابويا وهو عايش، هنتقمله. انت فاكر ان انا هسيبك تضيع نفسك؟ ابوك راح خلاص يا رامز، وانا ما فاضليش في الدنيا غيرك. عايز تسيبني انت كمان يا ابني؟ حقه عليا ان انا اريحه في تربته، ها؟ حتى لو هدي نفسي في داهيه، اوعى ما والله لا يسيبك. مش هسيبك تضيع نفسك. راجل لازم يموت زي ما موت ابويا. راجل ده يبقى ابوك الحقيقي. اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه، انت علي ابنه اللي تاه منه من سنين. انت فاكراني بالهبل اللي انت بتقوليه ده هترجعيني عن اللي في دماغي؟ هي دي الحقيقة يا ابني. عدلي اعترف لي بكل حاجة قبل ما، قال انه خطفك من اهلك وانت صغير بأوامر من الراجل اللي كان شغال معاه. مش فاهم حاجة. ايه ده؟ أنا مش فاهم. ايه ده؟ أنا مش فاهم حاجة. طيب أنا هحكي لك على كل حاجة. أنا عارفة إن الموضوع صعب. ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ الله يسيبك. هقول لك كل حاجة.
ايه يا ليلى؟ مش ناوية تروحي الشركة النهاردة ولا ايه؟ رايحة البس اهو. انتي مالك فيكي ايه؟ مالي يا مامي؟ ما انا كويسة اهو. متأكدة؟ تحبيه؟ ايه؟ حسن يا لينا، بتحبيه؟ أنا كنت مبسوطة لما قربتوا من بعض، مكنتش عارفة عملتي كده ازاي وبسرعة مع إن مروان معرفش. كنت بقول يمكن عشان توائم قربتوا من بعض بالسرعة دي. لما فهمت وعرفت كل حاجة بقيت أفكر بطريقة تانية خالص. عشان كده أنا عايزة أعرف منك، أنتي بتحبي حسن؟ أيوة. وعارفة أنتي هتقولي إيه؟ هو ولا زينا ولا من الكوميونيتي بتاعنا، بس أنا مش قادرة أبطل أفكر فيه، مش قادرة. يمكن أنا لو كنت قابلته صدفة ما كنتش حبيته بالشكل ده، بس هو قرب مني قوي، خلاني أحس حاجات كان نفسي أحسها من زمان، خلاني أشوف الدنيا بشكل مختلف تماما. بس خلاص هو مسافر، أنا اللي سبته يسافر. أنا مش فاكر حاجة. أنت بتضحك عليا صح؟ طب قوليلي وأنا أوعدك مش هروح لراجي أصلا، بس ريحيني قوليلي أنت كلامك ده مش بجد. كان نفسي، بس دي الحقيقة وده اللي حصل. أنا وعجلي ما بنخلفش، ودخنا سنين على الدكاترة، وفي الآخر قالوا إنه مفيش منا رجا، ورضينا بمشيئة ربنا لحد ما جه يوم ولقيته بيفتح باب الشقة وانت في ايده وكذب عليا وقال لي انه لقاك تايه، وطلب مني ساعتها ان ارعاك واخد بالي منك لحد ما يلاقي اهلك، ويوم ورا يوم وانت بتكبر قدام عينيا وبتعلق بيك اكتر، لدرجة اني كنت بخاف وهو داخل بيفتح باب الشقة ليقولي انه لا اهلك وياخدك من حضني. طب ازاي؟ ازاي انت ومش ابويا وامي الحقيقيين؟ ازاي؟ انت كنت الحاجة الوحيدة الحلوة في حياتنا يا ابني، الامل اللي كنا بنترجاه من ربنا. بتهيألي لو انا وعدلي خلفنا عيل ما كناش هنحبه قد ما حبيناك. عدلي قبل ما يموت طلب مني انك تسامحه. سامحه يا ابني عشان ربنا يسامحه، وانا مسامحه من كل قلبي. انا مش هطلب منك اي حاجه، بس ليا رجاء عندك، ما تسيبنيش يا رب، ما تسيبنيش يا ابني، ما تسيبنيش يا رب. Good morning boys and girls. النهارده درسنا هيبقى عن الرياضه والتسامح. السبورتس مانشيب. Good morning. Good morning. تميم، تعالى يا تميم. Clap your hands for تميم.
تميم زميلكم فاز بالمركز الأول في مسابقة الرسم على مستوى محافظة الجيزة كلها. برافو تميم، مبسوطة منك. Congratulations يا تيم، وعقبال مسابقة الجمهورية كلها. عاوزة الكل يتشجع علشان مسابقة السنة الجاية. Look تميم، الرسم ده كله من خيالك؟ اه، مش قادرة اصدق. برافو، جود تميم. ممكن دلوقتي تتفضل تقعد مكانك عشان نكمل الدرس. عاوزة كل واحد فيكم عنده موهبة الرسم أو التمثيل يروح يسجل اسمه عند مدرسين الأنشطة دي استعداداً لحفلة آخر السنة. ممكن يا تمي تعلمني دروينج؟ وأنا كمان يا تمي. مامي أنا حاسة إن مروان يعرف واحدة تانية عليا. انت ما شفتيش شكله لما دخلت عليه فجأة وهو بيتكلم في الموبايل؟ مفيش حاجة تتعمل يا أروى غير ان انت تركزي معاه وتفتحي عينيكي كويس، وطبعا يا حبيبتي من غير ما يحس ان انت بتراقبيه. وبليز بقى مش كل حاجة يقولها لك تتقمصي، ما هو ساعات بيبقى مستفز قوي. هشام ازيك؟ هاي يا حبيبي، ايه اللي جابك بدري النهارده؟ عندي ميتنج مهم النهارده بالليل، قلت اجي اخد دش واغير هدومي. ممكن تطلعي لي بدله كده شيك على ذوقك؟ حاضر. ميلي بيرن بالشكل ده. هاي يا مار. بتضحكي عليا يا اروى؟ بتعملي عليا فيلم عشان اتجوزك؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما تمثليش، انا عرفت كل حاجه. احنا ما حصلش بينا اي حاجه يوم كنا عند لؤي. بس بلاش هبل. اللي في الملايه ده طلع مكروكروم. هو انت بتعمل كده ليه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انت عارف كويس قوي اللي حصل ما بيننا، ليه بتنكر ده؟ هو ده انت مصممه بقى؟ طب تعالي نروح للدكتور ونشوف مين فينا اللي انت قليل الادب، واللي انت بتعمله مع بنتي ده اهانه ومش مقبول. ما تخافيش يا طنط، ما تخافيش يا حبيبتي، ما فيش حد هيعرف اللي بيحصل ده، ولو طلع كلامي غلط انا هعتذر لها وابوس رجليها كمان. يلا انت اتجننت؟ سيبي بنت، مش هسيبها، انا من حقي اتاكد. سيبني انا، مش هروح لدكاتره. انا ماسك نفسي بالعافيه، مش عايز ارد عليك. سيبي بنت واطلع بره. يلا بقول لك. ايوه انا اللي عملت كده، عملت كده عشان بحبك، عشان ما تضيعش مني. رديتك كل حاجة، كل حاجة. أنا من حقها مراتك. تبقى مراتي بالطريقة دي؟ إنك تضحكي عليا؟ دي حركات بنات جاية من الشارع مش بنات ناس. اخرس، اوعى تتكلم عن أخلاق بنتي، واتفضل برا بقى. انت طالق؟ مروان I won the prize. انا مش قادر اصدق اللي انت عملتيه انت وبنتك. انتوا ازاي تعملوا كده من ورايا؟ انا ما عملتش حاجة يا هشام، انا زي زيك ما كنتش اعرف حاجة، بس لما جت قالت لي كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ وانا طرطور؟ ده الحيطة؟ ما ارتصاني انت وبنتك؟ محدش ارتصك يا هشام، انا بس خفت اقول لك تبوظ الموضوع. وبعدين انت كنت عايزني اعمل ايه في موقف زي ده؟ لما تيجي تقولي اقولها ارجعي في كلامك ولا اقف معاها وساعدها؟ I won the prize. وساعدتيها وقفتي جنبها ونصحتيها تكمل خطتها الحقيره، مبسوطه بنتك في السن ده ومطلعه. متخافش يا هشام متخافش، أكيد إلهام وراجي مش هيسكتوا على حاجة زي دي وهيخلوه يقضها. وهنقول لراجي ومراته إيه بقى إن شاء الله؟ إحنا آسفين إن إحنا ضحكنا على ابنك، بس معلش لازم تكمل الجوازة. أنا هتصرف في الموضوع ده. كفاية كفاية، سيبتك تتصرفي لحد ما وديتيها ووديتيني 60 داهية بسبب نصايحك الزفت. أنت يا أم أنت. ايوه انت فين دلوقتي؟ لا احنا تمام، احنا قدام المخزن خلاص مستنيينك. سلام. راجي انت متاكد من الراجل ده؟ طبعا متاكد ومطمن له كمان.
بس انا مش مطمن. كانش المفروض ان احنا نجازف ونظهر، وخصوصا انا. الحكايه مش هتاخد اكتر من ساعه. يا دوبك هنخلص البيعه والمشتري حول لنا فلوس على حسابنا. اهو جه. ازيك يا استاذ مهيب؟ كله تمام. معلش اتاخرت شويه في الطريق. فريد بيه شريكي. اهلا. الحاجه جاهزه في المخزن. تمام. طب ممكن نبص بصه كده الاول؟ ثانيه واحده، امال فين العربيه اللي هتنقل البضاعه؟ جايه في الطريق. طب كويس، عندنا فرصه تحول لنا الفلوس على ما العربيه تيجي. احمل البضاعه الاول ونتحاسب. بس احنا مش مضطرين نستنى كل ده. اقف مكانك يا فريد، محدش يجي يتحرك. ديك لفوق ولف. انت ايه اللي عملته ده؟ انت قتلت ظابط. قتلت ظابط. بلغ عني يا راجل. أنا؟ لا طبعاً. فريد يا كمال، الحق فريد. فريد؟ الحق فريد بسرعة. آسف يا كمال، آسف. الإسعاف بسرعة. مش عايزك تعمل أي مجهود، إن شاء الله هتبقى كويس يا راجل. طمن. أفهم من كده إنك موافقة على اللي حصل يا إلهام؟ لا طبعًا يا نانسي مش موافقة. لكن كمان مش موافقة إن مروان يبني حياته على كذبة. وبصراحة يا نانسي أنا كنت متوقعة إن أنت هتتصرفي تصرف تاني خالص مع أرو، إن أنت تعقليها وتفهميها إنها غلطت مش تجاريها. لا سوري بقى يا إلهام، أنا بنتي ما غلطتش لوحدها. أنت كنت عارفة إن مروان وأرو بيحبوا بعض من فترة طويلة، واللي كان مفروض بقى إن أنت اللي تعقلي ابنك وتفهميه إنه ما يعلقش ببنت صغيرة وبعد كده يسيبها. لو انت كنت عملتي كده ما كانتش بنتي غلطت. كنت عايزاها تعمل ايه يعني لما يسيبها ويجري ورا بنت خدامه؟ ليه بس كده يا نانسي؟ ليه بتدخلي المواضيع في بعض؟ وبعدين انا عمري ما اتدخلت في علاقه مروان واروى. انا مش مصدقاكي يا الهام. انت ترضي ده لبنتك؟ ترضي ان واحد يرتبط بيها ويمنع اي حد غيره يقرب لها وبعد كده يسيبها؟ لا طبعا مرضاش. بس اي جوازه هتتبني على كذبه هتفشل. صدقيني يا نانسي لو كانت الجوازه دي كملت اروى عمرها ما كانت هتبقى سعيده. انا اضرب سعاده بنتي، وبرضه هديكي فرصه يا الهام تفكري وتتكلمي مع مروان. ومروان لو ما رجعش اروى انسي انك كنت تعرفي حد اسمه نانسي في يوم من الايام. عن اذنك. عجبك عمايلك دي؟ أنا في الأول كنت فاكرك زعلانة مني، ما كنتش متخيل إنك هتتعاملي مع الموضوع بالطريقة دي خالص.
مروان، أنا مش هقبل أي كذب في حياتي تاني. أي كمال؟ إيه؟ بابي عامل إيه يا حبيبي؟ أنت كويس؟ الحمد لله يا حبيبتي، جت سليمة الحمد لله. ازيك يا مروان؟ تمام. حاسس بإيه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا مروان. أنا كويس طول ما أنتم موجودين جنبي. أنتم متعرفوش قد إيه أنتم وحشتوني. برضو إلهام ما رضيتش تيجي معاكم. إلهام ما قدرتش تسامحني. بس أنا عايزكم جنبي. أنا ما أقدرش أعيش من غيركم. اديني فرصة أعوضكم عن كل اللي فات. بابي بليز، ممكن ما تفكرش في أي حاجة دلوقتي؟ المهم إنك تبقى أحسن وتطلع من المستشفى. طيب لينا، أنا هستناكي في العربية. هستناكي في العربية. مالك يا نيه؟ مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ساعة قاعدة بصح هنا لوحدي، وانتي عمالة تفرجيني على التلفزيون برا يا اختي، ولا حتى قادرة تيجي تطيبي خاطري بكلمة. والله ما اعرف ايه اللي حصل في الدنيا. مين ده اللي مزعل ناهد رستم على سن ورمح؟ ناهد رستم؟ ما خلاص كله راح وكله بسببكم. بطلي دوشة واحكي لي في ايه اللي حصل. سابقة الرأس. ايه ردوا عليكي؟ انا شوني يا لولا. حكي يا لولا. انا كنت عارفه، اصلا لما بدعي دعائي بيستجاب لان انا مكشوف عني الحجاب اصلا. طب قومي من قدامي ساعدي يا ليلى. قوم. بقولك قومي يا بت، ما تضربيش. انا كنت عارفه ان انتي امي هتفرحوا فيا. انا هاخد بعضي واروح السيده اكنس عليكم المقام واكشف راسي وادعي عليكم يا علم يا مكلكعه. اصبر عليا بس. طب ممكن تهدي وتفهميني بالراحه هم قلشوكي ليه؟ لا خلاص مش مهم، مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. وان كان على الرأس فانا خلاص اعتزلت. ايه ده بجد؟ انت اعتزلت الرأس ولا ده كلام ساعه زعل والسلام؟ لا خلاص، من النهارده مفيش هز وسط في البيت ده. بح. طب انا بقى مش مصدقك يا نهد. براحتك. اقفلي زفت، مش عايز اسمع حاجه. تعملي كده فين يا بس يا لولا؟ تعملي كده ليه؟ مش قادره امسك نفسي والله. مسك التليفون وراح افتح الباب. وحشتيني. اللي جابك هنا؟ بحبك. يا ليلى ازيك يا فوز؟ الحمد لله. انا عايز اتجوز ليلى. عايز اتجوز ليلى.
مبروك مبروك يا ولاد. هاكي خلصت؟ انا خلاص اهو. مسحر كده. هات هات. هنعدي على الجمعيه الاول نسلم على مدام الهام بعدين نطلع على المطار. ماشي ماشي. هفتح انا. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. اتفضلي. معقولة كنت هتسافر من غير ما تسلم عليك؟ لا طبعا. ازاي؟ كنت اعدي على حضرتك في الجمعية الأول حتى تسألي كريم. طيب أنا عايزة أتكلم معاك. طيب كيمو خش جوه معلش. على فكرة أنت مش هتسافر. ازاي بقى؟ ما أنا طيرتي بعد ساعتين خلاص. أو من عارف الطيارة هتطلع لوحدها من غيرك. ازاي؟ يعني انت عشت معايا طول الفترة دي وبرضه ما فهمتنيش؟ يا ابني يا ابني حبيبي حد يسيب بيت وعيلة بتحبه عشان يروح بلد ما يعرفش فيه حد؟ اللي رماك على المر؟ ان انت تمسك الجمعية وتبقى المدير وتعيش معانا ده بتسميه مر؟ لا الحكاية دي بقى محتاجة تفكر فيها شوية. مفيش أي حاجة محتاجة تفكير غير حاجة واحدة بس. ايه؟ لينا أنا عارفة إن الموضوع محتاج شوية مجهود وعارفة كمان إن لينا مش سهل ترتبط بحد بس أنا هغششك. رامز رامز يا حبيبي سارة هنا وعايزة تشوفك. حضرتك عاملة ايه دلوقتي؟ نشكر ربنا على كل شيء يا بنتي. طب ورامز؟ كويس كويس يا حبيبتي. ازيك يا سارة؟ ازيك يا رامز؟ هقوم اعمل لكم حاجة تشربوها. عن اذنك يا بنتي. تسلم ايديك. ربنا يعزيك. اكيد هو في مكان احسن دلوقتي. طب ممكن تنسى الحزن شوية؟ لو مش عشانك عشان طنط وعشاني. شكرا قوي ان انتي جيتي يا سارة. انتي فعلا كنتي واقفة جنبي في كل الوقت. ايه اللي انت بتقوله ده يا رامز؟ ومش احنا الاتنين واحد؟ سارة أنا عايز أقولك على حاجة. حاجة إيه؟ إحنا لازم نتجوز. اتفضلوا يا أولاد. عمي تسلم إيدك يا حبيبتي. احنا بعد الأربعين بقى نروح نزورهم يا ماما. يا قلب ماما ألف مبروك يا حبيبي. ده يوم المنى. مبروك يا ولد. ألف مبروك. أنا هضطر أمشي المرة دي بس عشان ما تأخرش على الشغل. لا يا دي لعبة. اشربي طب الشاي يا بنتي. معلش يا طنط أنا تأخرت بجد. تاني برضو طنط دي قصدي يا ماما. حبيبتي ربنا يسعدكم يا رب. مبروك مبروك. انا هروح اوصلها. روح يا قلبي. هجيلك تاني. طيب ماشي يا حبيبتي. روح يا قلبي. خلي بالك من نفسك.
موضوع ان انا ابن عيلة دياب ده هيفضل سر بيني وما بينك، محدش عارفه. انا ابن عدلي ومارينا وابويا مات امي ربنا يديلها الصحه طول العمر. اسمعني يا رامز، ما يرضيش ربنا يا ابني انك تفضل عايش في عيشه الفقر اللي احنا عايشينها دي. حقك يا ابني تعيش في الفيلا ولا القصر اللي عايشين فيه اهلك، تتمتع بعزهم، ما تفضلش في الحارة دي. حبيبتي لو هو ده التمن ان انا اعذب واحد زي راجي انا موافق. ايوه يا رامز، بس حتى لو هتعذب راجي ده بانه ما يعرفش انك ابنه، امك الحقيقية ذنبها ايه؟ مشيئة ربنا يا ابني انه يجيبك ليه؟ وحس باحساس الام، واعرف قد ايه هي تعذبت السنين اللي فاتت دي كلها، وانا ما يخلصنيش يا ابني من هالذنب، صدقني يا رامز. ما انت موجود اهو. اهلا يا عمي، اتفضل. اهلا. ايه الحكاية؟ انت فين يا كمال؟ موجود يا عمي. طب ما بتردش ليه على التليفون؟ الحقيقة يا عمي مش عايز ارد على تليفونات، مش قادر. ايه الحكاية؟ مالك؟ تعبت. تعبت من كل حاجة. نفسي اتقطع وبرضه متأخر بخطوة. فريد هرب بعد كل اللي عمله، وسامح اتنقل الصعيد. هو فريد صحيح هرب، لكن احنا برضه حققنا حاجات كتيرة قوي. الحاجات اللي احنا عرفناها دي ما كانش ممكن نوصل لها من غيرك. بس انا ما وصلتش لأي حاجة غير احساسي بالوحدة. لا اذا كان كده بقى خلاص اقعد معاك هنا، ولا اقول لك تعال انت اقعد معايا في الفيلا، لو ان انا بقى راجل عجوز مني سراجة. شوف علاجك الوحيد انك تسافر تروح تقعد مع مراتك وبنتك. واسيبك لوحدك برضو يا راجل عجوز؟ لا 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 ما تتحججش بيا، انا بنتي معايا واحفادي حواليا، بعدين انا عندي شغل كتير قوي بقى اركز فيه. ايه انت لسه هتفكر بكره الصبح اكون في المطار؟ واضح ان مفيش حل غير كده. ها يا عمر ايه الاخبار؟ وريني الورده الحلوه بتاعتك. قوي 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 الورده دي بجد. هو رسم واحدة كمان، وانت رسمت ايه يا عمر؟ جوني رسمها. او من مين اللي رسمها؟ لازم حد. لا لا اكيد لا. مدام إلهام. رامز البقاء لله يا حبيبي، شد حيلك. ربنا يخليكي. اكيد بابا في مكان احسن. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله. طمني عليك انت عامل ايه؟ انا تمام انا تمام. أنا بس جيت أسلم على حضرتك قبل ما أسيب الشغل. تسيب الشغل؟ ليه؟ في حاجة ضايقتك في الشغل؟ لا لا خالص، ده والله يعني حضرتك ما تعرفيش أنتوا غاليين عندي إزاي. أنا بس لقيت شغلانة كده جنب البيت عندي عشان أبقى جنب أمي. حضرتك أكيد فاهمة إنها دلوقتي مبقاش ليها غيري. بس هو كده أنت هتبقى مرتاح؟ أحاول.
طيب يا حبيبي. أنا بس بستأذنك يعني إن أنا من كل وقت للتاني أبقى جاي أسلم عليك. طبعاً يا رامز طبعاً أي وقت، ولو احتجت لأي حاجة أي حاجة ما تتكسفش وتعالى لي على طول. خلي بالك على نفسك وسلم لي على ماما. حاضر، استأذن أنا. اتفضل. حصل لتوفيق ولا سرقة العربية أو حتى خطف العمال، كل التهم موجهة لفريد. مش عارف أشكرك إزاي يا هشام، أنت الوحيد اللي لسه واقف جنبي. مفيش الكلام ده بيننا يا راجل، إحنا عشرة عمر. بصراحة ما توقعتش إنك تقف جنبي، خصوصا بعد موضوع أروى مروان. اللي حصل ده اسمه نصيب، ومش ممكن أبدا يأثر على عشرة أكتر من 20 سنة. طيب أنا لازم أستأذن عشان عندي مواعيد، عايز حاجة؟ شكرا يا باشا، خلي بالك من نفسك.